ده صبحي نفس السؤال بس بصيغه تانية، ازاي نادي الزمالك يقدر ينفذ هذا المشروع الهائل جدا جدا في ظل اللي احنا شايفينه طبعا على الشاشه، في ظل الازمه الماليه بيواجه نادي الزمالك الفتره دي، خليني الحروب الضاريه اللي حوالين النادي والاشاعات، ازاي يا كابتن صبحي يقدر مستشار مرتضى ومجلسه ان هم ينفذوا هذا المشروع الضخم؟ طيب خلينا نتكلم الاول على مشروع نادي الزمالك المقر الجديد. هو له شقين، شق اداري وشق فني. الشق الاداري هو زي ما قال ايهاب، انت عندك افضل فيو او افضل مقر للنادي في مصر في جامعه الدول العربيه. بس عشان نقول في جامعه الدول العربيه عايزين نقول ان قبلها بسنه او باتنين كان عنوان نادي الزمالك 100 عقبه، لحد ما حضرتك خدت الشارع ليفري ابوار ونقلت العنوان بتاع الزمالك من 100 عقبه لواحد شارع جامعه الدول العربيه. وده متهيألي من وجهه نظري رفع القيمه طبعا بشكل كبير جدا، خلى الزمالك في منطقه ثانيه خالص، حته ثانيه، والمنطقه نفسها خلي بالك هتبقى في منطقه ثانيه خالص. ويمكن الحلقه اللي فاتت النادي لما تعمل هيبقى في منطقه ثانيه. انا قلت كده، انا قلت مش هياخد نادي الزمالك لحته ثانيه، انا قلت هياخد مدينه 6 اكتوبر لحته ثانيه. صح، الفكر والمشروعات الاستثماريه الموجوده والفنيه. فنيه يعني ايه؟ انت طبعا ابو الاشبال والناشئين يا كابتن طارق، تعلم حاجه نادي الزمالك لملاعب ناشئين طبعا في منتهى يعني الاهميه. انت جزء من مكونات نادي الزمالك هي الملاعب، الملاعب الموجوده حاليا عليها ضغوطات كبيره جدا جدا جدا. انا بروح اليوم الواحد يمكن بشوفكم بتنزلوا 3 4000 ولد في الملعب في اليوم الواحد. صحيح، فايا كانت جوده الملاعب الموجوده لا يمكن تفي بالغرض. ففكره انك تعمل ملاعب اولا وتنقل النشاط الرياضي، هي دي بقى النقله الفنيه اللي بقول عليها، الى اكتوبر وترفع الضغط عن المقر الحالي في جامعه الدول العربيه، مساله هتبقى مهمه قوي. اما ازاي تبني، انا اتصور يا كابتن طارق انه مشروع كبير زي ده يخلينا نتحمل كل شيء. لكن انا قلت في بدايه كلامي برضو الحلقه اللي فاتت، هل الناس الجميله اللي عندنا هتدي فرصه لنادي الزمالك والمرتضى منصور انه يكمل مشروعه؟ هل هنبعد شويه عن نغمه ولغه المحاكم اللي كل يوم فيها قضيه على نادي الزمالك او على المستشار مرتضى منصور؟ يوميا احنا وكاننا نادي الزمالك بيضار من المحاكم. كفايه نادي الزمالك مؤسسه رياضيه كبيره جدا، مش صعب تعمل ده. اللي انشا هذا النادي من العدم، انا طبعا نادي الزمالك فوق راسنا كلنا، نادي الزمالك بماضيه وحاضره ومستقبله هو الكيان، هو الرمز. الفكره عندي مش فكره برضو ملعب ومبنى، لكن كونك بقى تحول لي الملاعب الترابيه اللي كانت موجوده والمنطقه الترابيه اللي كنا بنقعد فيها لهذه الانشاءات العملاقه الضخمه اللي بتستوعب يوميا من 50 ل 60 ل 70 الف بني ادم كل يوم في النادي، يبقى شابوه شكرا، تقدر تعمل المقر الثاني بكل مكوناته. صحيح، وخلي بالك انت كمان عندك يمكن تشتغل في نظام بي او تي ولا بتاع، هتلاقي نفسك بتاخد فلوس، مش بتدفع فلوس كتير علشان تعمل المقر الثاني، بس عايزه فكر استثماري طبعا. وانا عارف انه مش غايب على مجلس اداره الزمالك ولا على رئيس نادي الزمالك ولا على الشركه اللي بدات بالفعل او هتبدا بعد العيد زي ما قال احمد مرتضى منصور ان شاء الله. التنفيذ المشروع مشروع حلم كبير جدا، من حق نادي الزمالك انه يكون عنده مقر بهذه الضخامه. وزي ما قال محمد نبيل، ده مش مجرد ملعب ولا مجرد فندق ولا مستشفى ولا بتاع، ده مدينه رياضيه كامله. واحنا شايفين يا كابتن طارق السنين الاخيره جرى العرف ان بعض الانديه لما بتفتح اوضه وصاله وملعب تنس بتقول عملنا مقر باثنين وثلاثه واربعه، لكن انت بتعمل مدينه رياضيه هتخدم شباب مصر، هتخدم منتخبات مصر، مش بس نادي الزمالك ولا شباب نادي الزمالك. اعتقد دي طفره كبيره جدا، اتمنى كلنا نتوحد ونتحد علشان نقدر نكمل ونبدا ونخلص في الخطه الزمنيه اللي اعلنها احمد مرتضى منصور. انا سعيد جدا انه قال في خلال 6 شهور هنبدا المرحله الاولى، انقل ملاعب نادي الزمالك المكدسه بالاشبال والناشئين لهناك وفريق اول، وابتدي اهتم كمان بالفرع الرئيسي الحالي. طيب.